ألو، صباح الخير والأمل والحب والتفاؤل والنشاط والحيوية والتوفيق والنجاح والرغبة. كيف حالك ان أخوي؟ شاء الله يا رب العالمين، وكل ليك حتى انت بالمثل يا رب العالمين، وحياتك تكون كلها سعادة يا رب. تسلمي لي يا غالية. من معايا؟ معقولة يا منى ما عرفتيني؟ نجوحة. نجوحة، قديش لي عليك؟ لا معلش، حتى صوتك بتغير، مش ناشطة زي ما انا عارفك. هلستي هلستي يا أمولة، نورتي الله كيفك؟ يأنسك، والله صوتك متغير، تعبة والله مريضة لك وحشة، والله ليك والله بالأكتر، حسيت لما والله ليك تحكي بالأكتر علي. يا نجوحة. نجوحة، كيف يومك من أيوة لما نفقتي لتوا؟ والله الحمد لله 100%. الدوام إن شاء الله 100%، كيف تخلي فيه 100% زي ما أنت توا قلتي لنا؟ عرفت يا أمولة، بصراحة الموضوع نزيف نزيف نزيف. أمس أنت بصراحة أمزك نادى والله. في مساحة حرة في عندي منقول، أها، قلت لهم قريت يطرح لنا الموضوع، لكن الجاي أو من هو على سبحان طول الله هيك. قال لي الموضوع هذا ينفتح في الصباح. سبحان الله من عندي بدلي. خليك في التغطية يا نجوحة، لأن صوتك يقطع، بس تسمعي في أكيد توا نسمع فيك كويس، مش واضح واضح ولكن كويس. قولي لي، انتي قلتي لي الحمد حياتك لله. ويومك 100%، نبي نعرف انتي شن تدير نجوحة، والله شن تدير باش يكون يومها ايجابي من خلال اللي انا قلته، او من خلال انتي شن تديري في حياتك اصلا في يومك. طبعا أول حاجة ضروري شنو الشخص يكون راضي، يكون عنده الرضا، يسلم اكيد. أمر الله ويرضى بأي حاجة، بس اها، يكون هو سعيد باش يقدر شنو يتعامل مع الناس وينشر السعادة للآخرين. طبيعي هي السعادة هي الطاقة الإيجابية، عرفتي، من بطبيعة ناحية الحال. التعامل ويبتعد عن الناس المحبطين والمتشائمين واليائسين. ولما زي يكون إنسان مريض، طبعا أنا نحكي لك قصة بنت جيراننا. طبعا هي كانت مريضة، ومرضها بعيدا عني كان مش يعني مرض، بس دي مرضها شيني، ان شاء الله اللي ربي بتحس يشفيها يا هي رب. هي تحس بالناس، ان شاء الله تحس بالناس زي ما بعيدين عنها، وتحس ان اهلها هاملينها وما فيش حد معدل عليها، وهي متشائمه، عرفتي، قسما بالله تجيني يوميا من غير مبالغه. خلاص لما تجي من اول ما تجي تقعد تحكي لي، تقعد تبكي والله، في درجه مره جت الصبح تبكي بالنوحه، جتني والله الساعه تقريبا 9:30 حتى 10 مع 10 تبكي، وقالت لي انا ما فيش حد معدل علي، وانا شيء. قلت لها انت عليه شكي؟ قلت لها اصلا انت لما انت تجي تديري بروحك، المستشفى بعيد، مش بعيد علي المستشفى، خطوتين. قلت تمام. لها لان طبعا ما فيش حد قاعد لها في الصباح، قلت لها امشي انت ديري تحاليلك وشوفي روحك، وني بس والله حتى بدوشنا عندي شكل، والله عارفين انا فاكر وقت العشر سنين طبعا كان يدير الحاجه. خلاص تمت شنو بشكل المستشفى، درجة تحاليلها وامورها مشت تمام، وحتى هي جت بصراحه فرحانه وسعيده، قالت لي والله قبل كل ما نجيك وانت تحكي لي في الكلام وتيجي تشجعي فيا، وقتي قالت لي نشعر بالراحه، فهمتي. خلاص قلت لها يعني ما تتبعيش، لان قلت لها انت ضروري تبدي بنفسك، انت عالجي نفسك، امشي امشي المستشفى، هو هي كل حاجة تحاليلك تبدأ عالجي نفسك. بالشخص نفسه بالتأكيد، يعني ايوه أي الشخص حاجة نفسه احنا هو نبوها الصح. تصير لازم نبدوها من عندنا احنا. ايوه ما نقدرش متشائمه ونقعد يائسه ونلقى الناس هني لما وهي خلاص عشان اخبارها نتشائم تو بعد ونمشي. الكلام هذا كله اللي قلتيه له انت، هي ان شاء الله صحتها احسن وان لا شاء الله هي ايجابية اكتر. لا مسات بعد سافرت، مشات تركيا ودارت عمليه، ولقيت اهلها انها مش مسيبينها مصبرين حلو. معاها، وكانوا اصلا يديروا في الاجراءات. قلت لها شفتي؟ قالت لي والله انا لما نجيكم يوميا في الحوش، قالت لنا عندنا في بعض الجيران يقولوا لي شن تبي في يوم ماشي عندهم، ما عندك خدمه لا قدمه الا ماشي عندهم. قالت لكن انا متريح، قالت متريح الكلام يقولوا في لي وراحه، قالت لي سبحان الله، قالت كانكم هالي هالي تاني. قلت لها والله فعلا، قلت لها لما تجي انسان هيك يقول كلمه طيبه والله يشعر بالسعاده والله. خلاص تحس بنفسك انت أكيد سعيد أكيد، هي وانت هذه سعيد. يعني اللي ما يقولك حتى الكلمة الطيبة صدقة يعني، والابتسامة في وجه أخيك المسلم قصدي ما فيش من أحلى منها، حتى لو هو متضايق وأنت تبتسم له من داخلك، مش ابتسامة فعلا تصنع ولا ابتسامة مجاملة، بجديات فعلا حتوصله. دينا، حتى احنا يا عمولة لما تعودنا عندنا النوبة في الصبح، لما جبت واحد يصلي بيحاسب ضروري لما نصلي الفجر حاضر، ضروري نجد سبحان الله راحة مش طبيعية، عرفتي، ونوض الساعة 7 طبعا نقرا الأذكار، لما نقرا الأذكار نحس بروحي مش غير في قمة السعادة، ونفتح طبعا على راديو وعد، طبعا لما نشوف وجوهكم الطيبة وابتسامتكم الحلوة والله والله راحة مش طبيعية ان قسما شاء الله بالله. ديما يا رب العالمين، وان شاء الله ديما في راحة بال وفي رضا وروقان يا رب العالمين آمين في ايامك كلها يا رب. إن شاء الله يا ربي، ونحييكم ونحيي كل كادر الواحد، نحيي
احيي كل الاخوه المستمعين والمستمعات، ونحيي هالي واحبابي واصحابي في الكفرة الحبيبة. تحياتنا ليهم وين ما كانوا يسمعوا فيك يا نجوحة، وان شاء الله ديما في كل الخير والصحة وسلام يا رب. ان شاء الله يا رب يصبح اللي طه مية وين وين هرب. هرب علينا هذيك المرة قالها، قلت لها انا جات وانت تمشي، قصدي مش حلوة رأى. والله استحشنا من سوا والله. ان شاء الله لا مش معطل هو، لا ان شاء الله متاع حكي حوالي 10 ايام ان شاء الله وراجع بسلام. ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله ربي يحفظك نجاحة، شكرا لك. تحياتي لك، تحياتي لك، ومعاش تغيبي علينا باش معاش ننسى صوتك. شكرا لك. يلا ناخذ الاتصال اللي بعده ونشوفه كيف يدير في حياته وفي يومه، وكيف ينشر في طاقه ايجابيه، وكيف هو يكون اصلا عنده طاقه ايجابيه حتى لو حاس بحاجه هيك ولا هيك، وحاس بشيء في نفسه في داخله هيك مش كويس، حاس روحه مش تمام. فهو كيف اصلا حتى بينه وبين نفسه ما يستناش الناس التانيين، ان هو بجديات يخلي نفسه عنده طاقه ايجابيه ويخلي نفسه سعيد. نقول له صباح الخير. انا صباح الخير. صباح النور. صباح العسل. صباح الورد لك يا أمولة. صباح النور خديجة. خير صوتكم متغير اليوم كلكم. والله سوى نقول لك أني حبيت أخش معاك بقصيدة صغيرة كشوية. يا نجي أمل قليوان، يا نجي أمل قليوان، كيف الشمس تطل الدان، يا نجي أمل قليوان، يا نجي خديجة من جنوب. عندك علم ويحفظك حتى أنت يا غالية، عندك علم بأن الشمس تنشر في أرواحنا، أروح الناس كلها نقولوا الإيجابيات. أكيد مليون في المية، هذه حاجة من الحاجات اللي ما ننسوهاش. غير ما نقعدوش تحتها طول الوقت، لأن هي بوقت معين باش ناخدوا الإيجابية منها والطاقة. الصباح الصباح. وانت اليوم ما شاء الله عجبتينا اليوم، معني جددتي فينا طاقات إيجابيات معني، وخاصة في لبستك. ربي يحفظك. ما شاء الله الأبيض في الأخضر، وتغيير اللوك، تغيير اللوك ما شاء الله. ربي يحفظك يا خديجة، ربي يحميك يا رب. والله عيونك الحلوين من دوخك، ربي يحفظك يا رب العالمين، ربي يخليك.